يخصنا جميعا بالوحدة والتضامن، بالوحدة والتضامن، اللي بغيناه يكون يكون، اللي بغيناه يكون يكون، وبالوحدة والتضامن، وبالوحدة والتضامن، واللي بغيناه يكون يكون، واللي بغيناه يكون يكون، وبالوحدة والتضامن، وبالوحدة والتضامن، اللي بغيناه يكون يكون، واللي بغيناه يكون يكون. وها هي ها هي ها هي
تعطى وراطا ويت خباش وخملية والطاوس والرملية والصحراء يا سبحان الله كيف كانت كانت مشكمانا مشكمانا اللي هو توانا وسجلنا سجمعنا أكثر من شي ألف سنة كين وقتي يا ولاد يا ملال ولاد مولاي ليش تريد Thank you.
الله يجزيك لي المول على خير. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام على رسول الله. واش تسمعوني ولا لا؟ إخواني أخواتي أحبائي أبنائي بناتي، بعد ذلك إخواني المرافقين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قولوا لي واحد القضية،
كيفاش بغيتوني ما نفرحش؟ كيفاش بغيتوني ما نبكيش؟ كيفاش بغيتوني ما نرقص؟ ملي نشوف المغاربة الأعزاء فرحانين بالمجيء ديالي، ملي نشوف الإخوان كيجيو مختلف الفرق باش يرحبوا بيا، كيفاش بغيتوني نبقى واخد واحد الشخصية كلاسيكية؟ أنا ولدكم، أنا ولد الشعب. إلا فرحتيو بيا غنفرح معاكم، إلا تأثرتيو وتخشعتيو وبكيتيو غنبكي معاكم، إلا رقصتيو من الفرح غنرقص معاكم. ملي جبتيو ليا هاد الورود الجميلة باش تستقبلوني، هاد الباقة ديال الورد الرائعة، أجمل استقبال هو هذا، كيفاش بغيتوني ما نتجاوبش معاكم؟ إلا كنت أنا رئيس الحكومة، رانا رئيس الحكومة ديالكم، منكم وليكم، اللي مزيانة عندكم مزيانة عندي، اللي ما مزياناش عندكم ما مزياناش عندي، نعيش معاكم ولا جاب الله نموت عليكم. ولهذا سمحوا لي أن أشكركم مرة أخرى، كما شكرت الإخوان الذين فاجأوني في الشيرة الجهادية بحضورهم المكتف، ها هي الرشيدية تقول لهم نحن كذلك هنا. أنا الإخوان ماشي كنت غير كنت جاوب مع الإخوان اللي كانوا فرحانين بي، الله يجزيكم بخير الأخوات، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. إلى هما قدروا يحركوا مسيرة ديال النساء حتى للرباط، انا غنجي عند النساء حتى للرشيدية. ولكن هما مخلصين اليوم الكار وعاطينهم شي بركة، انا جبت لكم غير المحبة الله وجيت لعندكم. شوفوا ما تضركش عليا الاخوات، الله يجزيك بخير. انا كنتمنى لو كان السياسيين يجيو يسمعوا هاد الناس مختلف الفرق، لا الكبار لا الصغار لا الناس اللي متقدمين في العمر، فاهمين كل شيء الاول باش كيبداو بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هاد البلاد، هاد البلاد ماشي اليوم
هذه قرون عديدة قامت على الإيمان بالله، قامت على الدين ديال الله، قامت على المحبة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذاك الشيء علاش المغربيات إذا كان العرس كيصليو على النبي، إذا كان السبوع كيصليو على النبي، إذا كانت الجنازة كيصليو على النبي، إذا كان الحصاد كيصليو على النبي، إذا كان الدراس كيصليو على النبي. هذاك الشيء علاش ملي جات الذرية ديال سيد النبي صلى الله عليه وسلم المغاربة التفوا حولها وبقاو متفين حليا حولها قرون عديدة. هذه شتي واد الزغاريد ديالكم احسن من الاصوات ديال الانتخابات كاملين. عاود نذكركم هذوك الناس اللي كانوا هنا، جاب الله الرجال ما كيعرفوش يزغرتوا كل ما بقاو الدنين عندنا. نذكركم بلي هاد الناس من بعد ما افتتحوا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تقولوا عاش الملك، تقولوا عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. واش هادو باغيين ندير انا السياسة بلا ما نقول عاش الملك؟ علاش انا بالسلامة معاه من خدام؟ انا خدام معاه، كاينة ولا ما كايناش؟ انتوما اللي صوتيو عليا، انا متفق معاكم، ولكن راه هو اللي عيني، والبلاد راه واقفة بعد الله عليه هو. ولهذا هادوك اللي كان كيسحب ليهم بلي انا غنولي رئيس حكومة باش ندخل شد لي نقطع ليك مع سيدنا، راه غالطين يقالبوا على شي واحد اخر، انا ما صلحش ليهم. ولكن دابا الا قال هادشي شي واحد بحالي انا غيقولوا الناس هذا رئيس حكومة، يقول هادشي معقول؟ كيتخلص مزيان وعايش مزيان. واني هاد الناس هادو اللي على هاد العهد قرون هادي وناس ما بحالهمش، واني فاهمين وعارفين بلي البلاد والامن ديالها والاستقرار ديالها والامور الاساسية اللي بسببها كيلقاو بفضل الله سبحانه وتعالى الاستمرارية ديال الدولة متعلقة بعد الله سبحانه وتعالى بسيدنا نصره الله. وانا غنقول لهم واحد القضية، سر من اسرار النجاح الحمد لله اللي يسروا لي الله سبحانه وتعالى، هو انني هاد الكلام ماشي غير مقتنع به، كنقولها بوجهي احمر من النهار الاول وغنبقى نقولها حتى نلقى الله. واش فهمتوني ولا لا؟ عاودني منكم، انا كنقول لكم بقاو عاقلين على الامور الاساسيه اللي مبنيه عليها الدوله ديالكم واللي تيسر بها الامن ديالكم واللي الله سبحانه وتعالى رفع بها الراس ديال البلاد ديالكم بين الشعوب، وولتي واحد الوطن امن مستقر لما جا الربيع العربي خربق واحد العدد ديال الدول، ولكن بلادكم تزادتها مكانة الحمد لله. ثم بعد ذلك وصلوا لرئيس الحكومة ديالهم كيدعيو معاه، كان عجبهم شغل شي واحد عباد الله، كان عجبهم كيعجبوني
هذه 40 عام وانا في تمرة، حبيت هاد البلاد، حبيت هاد المواطنين، عشت معاهم، دافعت على الدين ديالهم على حساب اللي قدرني الله، درت الدروس في المساجد والخطب ديال الجمعة والحفلات والمناسبات، تكلمت في السياسة، وقفت في وجه الناس اللي كانوا بغاو يربكوا العائلة المغربية، اجتهدت، الله سبحانه وتعالى دار المحبة ديالي بالقلوب ديال هاد الناس. ملي جا الوقت المناسب صوتوا عليا وعلى الحزب ديالي وليت رئيس الحكومة ديالهم. اش عندكم فين غتدخلوا عباد الله؟ قلتها لكم، كنعاودها لكم، انا ماشي ما عملتش تروى في حياتي، انا ما خدمتش على التروى في حياتي، وملي وليت رئيس الحكومة ما عولتش باش ندير التروى وهذا رئيس الحكومة، وغنزيدكم ما عولش ندير التروى ملي نغادر رئاسة الحكومة. انا عشت قانع الحمد لله، لا التروى مزيانة، لا بغى شي واحد التروى، بغى الفلوس يمشي يدير الصناعة ما فيها باس، مزيان يكون عنده الفلوس، يمشي يدير الفلاحة، يمشي يدير التجارة، يمشي يدير السياحة، يمشي يدير شي خدمة. السياسة والشأن العام هو تهتم بالناس، واش فكرتي فيهم كاملين وخدمتي لهم كاملين وبخالك الوقت باش تجمع الفلوس؟ ما يمكنش. انا هذه هي الطريق اللي خديت، ماشي اليوم، هذه 40 عام وانا باقي غادي فيها الحمد لله، والله يجعل البركة، الله يجعل البركة، الحمد لله. احنا عايشين حتى نلقاو الله، وكنقولوا بلا ما نتقلوا بركة، راه حنا متقلين بما فيه الكفاية، بلا ما نزيدوا نتقلوا ويسولنا الله على الصغيرة والكبيرة، هذا الشيء اللي كاين، الله يجعل البركة. أنا الإخوان الأخوات العزيزات جاي لعندكم اليوم ماشي باش نقول لكم، لأنه لو كنت عاد غنقول لكم ما يكونش هذا هو العدد ديالكم، هذا ديال ليدي سنوات طويلة قبل ما نكون رئيس ديال الحكومة، وانتم كتسمعوني وكتعرفوني، لا من اللي كنت في الحركة الإسلامية، لا من اللي دزنا للسياسة، لا من اللي جينا عندكم هنا على القضية ديال فلسطين، لا من اللي سمعتوني في التلفزيون منذ سنوات طويلة، لا من اللي ولدت رئيس الحكومة. أنا ما كنتكلمش معكم بلساني، أنا كنتكلم معكم بقلبي، كنتكلم معكم بعينيا، كتشوفوني كتفهموني، عرفتوني ما كنكذبش عليكم، والله لو كان كذبت عليكم بتجيو بحالكم. كنجي لعندكم كنقول لكم الحقيقة، كنقول لكم ها كيفاش لقيت البلاد، ها كيفاش لقيت الميزانية ديالكم. سمحوا لي، ما يمكن لياش نبقى نخلص ليسانس والمازوت والفيول على الناس اللي عندهم الإمكانيات ونخنق الدولة، لأنه أنا عندي واحد القناعة، الدولة ماشي عدو ديالكم وانتم ماشي عديان ديال الدولة، الدولة هي بحال الأب ديالكم، ولا عاش النصر كيعيش ولادو، فافك عرفت باللي الا خليت الميزانية ديال الدولة مخلوقة غدا باش الدولة تسلف غتكون مضطرة تنازل على السيادة ديالها،
وغتكون مضطرة باش تعمل أمور اللي غادي تفقدكم. الأوضاع اللي انتم عايشين فيها دابا ماشي غتزيد بكم لقدام، غترجع بكم للنور. وجيت عندكم وقلت لكم بصراحة ما غنخليش الدعم لا ديال ليسونس ولا ديال المازوت ولا ديال الفيول، وحيدتو شوية بشوية، والله سبحانه وتعالى عاوني حتى البترول اللي كان طالع طاح الحمد لله. لأن ما كنعتقدش باللي السياسة هي تدبير ديال واحد، كنعتقد باللي السياسة هي توفيق من الله. قال تعالى وما توفيقي إلا بالله، والتدبير ديال الأمور بالحقيقة والصراحة والوضوح. ما كذبتش عليكم، قلتها لكم وتقبلتيها مني، الله يجازيكم بخير. واليوم الحمد لله، اليوم الحمد لله الميزانية ديال الدولة تنفسات، لأنه لو كان ما عملتش هذا الشيء كان خاصنا في 2012 و13 و14 و15 نصرفوا 80 مليار ديال الدرهم إضافية على المقاصة. وقولوا لي من غنجيبوها، غنمشيو نتسلفوها، وشكون اللي غيخلصها؟ انتوما. هذه الله تبارك وتعالى نجاكم منها، ولا اللي بغى يركب في الطوموبيل ديالو كيخلص الثمن ديال ليسونس ديالو. واك واك يا عباد الله. جيت لعندكم بصراحة ووضوح وقلت لكم شنو كاين، وتقبلتي مني هذه، وتقبلتي مني واحد العدد ديال الحوايج. لأنه لو كان بغيت نجي ندير كذب عليكم وندير لكم سيناريو ونتقل الميزانية ديالكم وندوز 5 سنين ديالي بسلام ونمشي في حالتي وتقلبوا عليا ما تلقونيش، سهل. ولكن لا، اختاريت الطريق اللي صعيب وبداو الناس كيتعرضوا ليا. ولكن سيدنا نصر الله ملي عرف بلي كاين الناس بداو كيتعرضوا ليا، قال الوزير الداخلية دير له 4 ديال الناس يبقى يمشيو معاه دائما. ومع ذلك الحاضر الله لا ليا لا لهم، كاينه ولا ما كاينه؟ تاع الكلام. إذا بغينا نقولوا هادشي الإخوان راه كثير، الضوء والماء. عندي معلومات أنا رئيس حكومة ديالكم أنه إذا ما عملتش إصلاحات غادي تولي غدا تقلبوا على الضوء في البيوت ديالكم، مرة تلقاوه مرة ما تلقاوش، وتحلوا الروبيني مرة تلقاوه مرة ما تلقاوش. قلت ما يمكنش. المهم هو المغاربة يلقاو الضوء يلقاو الماء، لأنه هذاك الدواور مسكن اللي ما عندهمش الماء كيشريو السيترنا ب 3000 ريال و 4000 ريال و 5000 ريال. داكشي اللي كتشريو نتوما ب 10 دراهم كيشريوه هما ب 10 و 15 مرة أكثر. إذا المهم عندي هو تلقاو، واخا بعض الناس غيتضروا، ولكني اتفقنا 4 مليون و100,000 ديال المشتركين اللي فيهم الأغلبية ديال الشعب اللي ما عندوش ما غيتزاد عليه حتى ريال، والآخرين غيتزاد عليهم شوية والدولة غتخلص شوية، ونضمنوا إلى بغى الله الماء والكهرباء السنوات المقبلة. واش عرفتي واش نوقع الخوت؟ هاد الموقف جاب استثمار ثمنه 2.6 مليار ديال الدولار، يعني 23 مليار ديال الدرهم، يعني 2300 مليار ديال السنتيم اللي غادي بها شركات أجنبية غيعملوا لنا 2 ديال المحطات حرارية في أسفين اللي غيوفروا لنا في
2018 25% ديال الاستهلاك ديال الكهرباء ديالنا. ملي شافوا الدولة الحمد لله تتشجع وتتخذ القرارات، اليوم تيجيو عندي الخبراء ديال العالم، جا عندي وزير فرنسي سابق هذه 3 أيام قال لي يا السمكيرات انت الوحيد في العالم، سمعوا مزيان اش غنقول لكم، راه ما كنفتخرش عليكم، نقول لكم الحق ديال الله وربي شاد. وسولوه راه سميتو دوستوبلازي، سهله القضيه. قال لي يا السمكيرات انت الوحيد في العالم اللي كدير اصلاحات اللي فيها الزياده على الناس والشعبيه ديالك في عوض ما تطيح كتطلع. الحمد لله. علاش؟ على حاجه وحده، ما كذبتش عليكم، جيتكم قول المغاربه عندك يسحب لكم، راه ما كيفهموش المغاربه، راه كاين اللي تيقول اذكى شعب في العالم، ما كيحصلوكش دائما ولكن كيعيقوا بك من الدقه الاولى. الحمد لله. وانا قلت هذه القضيه وتنعاودها، هذه كريستين لاغارد جات كتقول لي في البيرو ديالي، قالت لي السياسات ديالكم ماشي حنا اللي كنمليوها عليكم، انتوما اللي كتوحيو لينا بها. غنقولها لكم بالفرنسيه شي وحدين غادي يدوقوها اكثر. قالت لي هذه كريستين لاغارد هي الرئيسه ديال صندوق النقد الدولي، قالت لي فو بوليتيك سو ني با نو كي فو لي ديكتون، سي فو كي نو لي انسبيري. واش نتوما غير جيتيو جيتيو اليوم عارفين علاش جيتيو؟ بلادكم الراس ديالها ترفع عالي في السماء وباقي الخير الامان ان شاء الله. هادشي كله باش نقول لكم، عطيتكم بعض الاشارات باش نقول لكم باللي درت اصلاحات باش الدوله تجمع راسها ما تبقاش مقجوجه وتعرف اش دير. بالمقابل كيف خصكم تعرفوا زغرتوا عليه بالمقابل ما ديواش المشوشين. بالمقابل الاخوان، بالمقابل هذه الحكومه هذه ملي جات هذه الحكومه، انتبهنا لانه عندنا في بلادنا واحد الشريحه ديال الناس، قلناها وعودناها وغنعاود نقولوها ونعودوها، الغلاب هذوك الكبار الاقوياء خداو حقهم، وهذوك دائما كياخذوا حقهم، وهذوك دائما غياخذوا حقهم اللي عطى الله واد. ولكن اللي كانوا الوسط وكانوا قادرين يشاغبوا عليهم بحال الاطر ديال الدوله والاساتذه والاطباء والمهندسين، حتى هما خداو حقهم. هذه هي الحقيقه. ويلي شكون اللي بقى؟ بقاو ليا بحال هاد العيالات اللي تيكون الراجل مسكين بالناي، وقلتها لكم في البرنامج، المغاربة تيقولوا بالناي لا راح، كيصور 70 80 90 100 درهم
شي نهار كيكون عنده السعد كيصور 4000 ريال، كيطلع واحد النهار مسكين يبني واحد الدار ما فيها لا لاسيرونس لا والو، كيطيح دار الله وما شاء فعل، كيموت، كتلقى داك المراه راسها وجهها اللي وجه مع الحياه، عندها وليدات عليها الكرا 5000 ريال ولا 6000 ريال، لا كانت في الرباط ولا في سلا ولا غير في غرفه مع الناس، عندها الضول ما 1000 ريال 2000 ريال، كتصبح على الله كتدوز الجنازه كتصبح على الله، هذه كتخرج مسكينه تخدم. انا كيوصلني الخبر، انا الاخوان البيت ديالي كانوا كيجيو للناس، اليوم كرئيس ديال الحكومه كاينه صعوبه، باقيين كيجيو ولكن ماشي بحال قبل، كيجيو كيشكيو تيقول لك السي بكيران الراجل مات وما عندي والو، الله يخليك ما كيسعاوش، كيقول لك قلب لينا غير على خدمه واخا غير ب1000 ريال النهار. ملي كنشوف هاد الحالات غنقلب الوحده لجوج ثلاثه، شحال ديال الناس غنقلب لهم على الخدمه. ملي وليت رئيس ديال الحكومه قلت الا بغى الله، الا بغى الله هاد العيالات ما نغادر هاد المنصب حتى نخلي عندهم ولو غير واحد شويه. بقينا كان ضاربوا حتى الله سبحانه وتعالى سهل انه كل امرأة ارملة مات ليها الراجل وما عندها لا روتريت لا والو، الدولة غتعطيها على الدراري اللي كيقراو 7000 ريال للدري تتوصل 21000 ريال. طبعا هذوك اللي في الرباط باللي 27000 ريال بداو كيضحكوا في البرلمان، عقلتيو عليهم ولا نسيتو؟ قلت لهم طبعا ضحكوا اللي كيشد 3 الملايين لا بدا يضحك على مول 20000 ريال. واني انا كنعرف بحق 20000 ريال بالنسبه للمراه اللي في الرشيديه وما عندها حد غير الله، واللي في تنغير واللي في تشيرة واللي في الحسيمة واللي في فاس واللي في مكناس واللي في الرباط واللي في سلا في الدواور، كنعرف شنو كتبتل 20000 ريال بالنسبة لها، كتبتل داك الطريف اللي كيحفظ الكرامة ديالها وتيحفظ العفة ديالها وكتخلص به الضروريات، حيت هادوك الإخوان هادوك باقي ما كيعرفوش باللي في المغرب كاين المرأة اللي كتنوض الصباح وتوجد لوليداتها شي رغيفات وتصوب لهم براد ديالها تاي، وفي الغداء تعطيهم خضيرة، وفي العشاء تشري لهم 20 ريال ولا 40 ريال ديال الروز. أنا كنعرف هاد الشيء، هما منين غيعرفوه؟ هذيك إلا وصلتها 21000 ريال غادي تزيد تخدم وتصور 10 ولا 20000 ريال أخرى وترقع القضيه على ما يكبروا الدراري ويسخر لهم الله سبحانه وتعالى. ملي وصلت الاخوان رئيس ديال الحكومه لقيت باللي كاين العيالات اللي ماتوا الرجاله ديالهم وبقاوت لهم في الريتريت ديالهم 2000 ريال و 4000 ريال و 6000 ريال في الشهر، قلت لهم لا ما يمكنش، خاصكم هادو كلهم ترفعوا لهم الريتريت ديالهم. مشاو كي يقلبوا حتى لقاو كيفاش يديروا، الله يجازيه بخير ديك الساعات وزير الاقتصاد والماليه هو المدير ديال لا سي دي جي، وزادوا لهم وبداو كيقبطوا 20000 ريال الوحده، اللهم لك الحمد يا ربي. انا ما قلت لكمش كل شيء، ما قلت لكمش الزيادات اللي درت الحمد لله للطلبه، ما قلت لكمش الزيادات، ما بقاوش الطلبه كيشدوا 4000 ريال، القليل كيشد 8000 ريال، ما قلت لكمش الزياده علاش ماشي بالجميل، لان المسؤوليه ديالي من بعد ما كنحاول نعتقي الا بغى الله الميزانية ديال الدولة تولي صحيحة، ودابا الحمد لله
غنقول لكم واحد القضيه، الميزانيه ديال الدوله ماشي صحيحه ولكن احسن من اللي فات، وغنزيدوا مازال، غنزيدوا في الطريق. ولا بغى الله في 2016 الدين السلف اللي غنتسلفوا من الابناك الداخليه والخارجيه غيكون قل من اللي تسلفنا في 2015. علاش هذا الشيء؟ لانه الا كنتي مسؤول تزيد للكبار ماشي ولا بد، الله يجعل البركه، ما نعرفوش نعيشوا شي شويه بداك الشيء اللي كتب الله. المتوسطين اللي لاباس عليهم شويه حتى هما يصبروا معانا، واني الا بغيتي تعاون شويه عاون اللي لتحت. هذاك الشيء علاش اللي جاو عندي النقابات في 2014 قلت لهم الزياده ما كايناش، ولكن حتى موظف ما يبقى يقبض قبل من 60,000 ريال، كاع الموظف ديال الدوله طلعنا المنضد ديالهم حتى يوصلوا ل 60,000 ريال. واش هذا الشيء اللي تنقول لكم صحيح ولا كنكذب عليكم؟ كنحاول ما نقول لكم شو وصلت، ولكن غنبقى غادي في هذا الطريق، لانه المسؤوليه ديالكم قبل ما تكون انتخابات ولا مهرجانات، المسؤوليه ديالكم مسؤوليه عند الله سبحانه وتعالى. المسؤوليه ديالكم هي البلاد، خاصها الا بغات تبقى مستقره يكون للفوق عنده بزايد مقبول، يكون للوسط لاباس عليه مقبول، وإن لتحت الى ما كان عنده والو راه داك البناء كله غادي يطيح. انا كندافع على الاستقرار ديال بلادكم، تندافع على الامن ديال بلادكم، تندافع على الطمأنينة ديال بلادكم. المسألة الثالثة، عملت مجهود الاخوان مع الشركات والمقاولات، لان اللي كيخدم الناس هو هذوك. ملي جيت لقيتهم كيتسالوا للدولة 15 مليار ديال الدرهم غير في المحروقات، واحد الوقت وصلت 21 مليار ديال الدرهم، الان ما بقاو تيتسالوا للدولة والو، كاع اللي كيتسال شي حاجة خلصناها لي. لقيتهم عندهم واحد الحاجة سميتها المصدم البيطوار، كيخلصوا الضريبة خصهم يردوا لهم ما كيردوش لهم. قلت لهم ردوا للناس الحق ديالهم عباد الله، حينتاش حق ماشي حينتاش حاجة أخرى. واحد العداد ديال الشركات كانوا غيسدوا، لما ردينا لهم الحقوق ديالهم الحمد لله خدموا وتمشاو، لأن الشركات ورجال الأعمال إلا ما توصلوش بالحقوق ديالهم غيسدوا الشركات ديالهم، وغيسرحوا لي العمال، وغتوقع لي مشاكل في العائلات. هاد الشيء باش مشغول عبد الإله نكيرا. ما مشغولش باش ياخذ الأرض ديال شي جماعة قروية قدامه. ما مشغولش باش يجمع الثروة، ما مشغولش باش يمشي للعطلة في الخارج. من النهار اللي جيت اليوم، الأيام اللي دوزت في العطلة محدودة، وما تخليونيش نقول لكم شكون اللي لزمني باش نمشي وساعدني فيها، فهمتوني ولا لا؟ ولهذا الاخوان هاد الحكومه هادي وبعدو مني الله يرحم لكم الوالدين، بغيتيو تعرفوا واش غتقولوا؟ قولوا السي عبد الاله باقي ما لقيتيش الخدمه لولاد المغاربه، انا قابل.
انا قابل، هذه صحيحه. باقي ما لقيتش وما جبتش المشاريع اللي باش كل مغربي مغربي يقلب على الخدمه، واخا يكون الاجره محدوده ما يرجعش للدار ديالو بلاش. اليوم كاين الناس كيخرجوا باش يخدموا على وليداتهم ولا على ريوسهم ولا على والديهم، وما تلقاوش الخدمه حتى ب 50 ولا 60 ولا 70 درهم. هذه انا قابلها الا قلتيها لي. وقابلها وعوال ندير جهدي باش نفوتها ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونلقى الحلول تدريجيا. وان هذه ماشي سهله، ولكن الى واختوى عليا انا قابلها منكم. ما تقولوا لي السعد الاله مازال ما قدرتيش تحارب المخدرات، ولادنا كيخرجوا وكياخذوا المخدرات وتيرجعوا تيديروا الجرائم وتيمشيوا للسجن وتيخليونا محنين معاهم. عندكم الحق، مازال ما قدرتش نحارب المخدرات، هذا صحيح. نقول لكم اياه، مازال ما قدرتش نحارب الفساد، باقي باقي بحال اللي قال لكم الوفاء، باقي كنشعروا باللي كاينه الفساد في الاداره وفي الصفقات ديال الدوله، وربما لو كان بغيت نزيد حوايج اخرين غنقولهم لكم. ولكن الشعب خاصو يشوف شنو هو التوجه ديال الحكومه. اذا كان التوجه ديال الحكومه في إقامة العدل بين الناس، إلا كان التوجه ديال الحكومة في محاولة الأخذ بيد الضعيف، إلا كان التوجه ديال الحكومة هو في مساعدة الشركات والمقاولات على أن تشتغل وتشغل الشباب، إلا كان التوجه ديال الحكومة هو باش تصلح التعليم، إلا كان التوجه ديال الحكومة هو باش تعمم الصحة والتغطية الصحية. وبالمناسبة رحنا قررنا باللي الطلبة كلهم غادي تكون عندهم التغطية الصحية، اللي مرض غيداوى فابور بلا فرنك بلا جوج. إذا كان هذا هو التوجه ديال الحكومة، ما تسناوش الإخوان من عبد الإله بن كيران في 3 سنين يصلح لكم كل شيء. وإن المهم هو تشوفوا، أنا غنقول لكم واحد القضية. أنا ملي كنشوف شي حوايج في اليوتيوب أنا كنتخلع، أنا كنتخلع. قلت مع راسي المغاربة بلا ما نبقى نصدع عليهم ريوسهم، راه فهموا كل شيء. واحد الراجل قال لهم مسكين حتى سنانو ما لقاش اللي يصلحهم لهم، وأنا كنقول لي من هنا يتصل بيا أنا نصلح لي سنانو إلا عرفته. قال لهم هذا من كيران يلا جا باش نعرفوه واش يقد يدير شي حاجه ولا لا، وسحب له عندي 4 سنين بحق الله اعلم انا عندي 5 سنين هادشي اش متفقين، ويني ربي تعرف فوقاش الله اعلم. قال لهم هذا 4 سنين خصو 4 سنين اخرى وربع سنين اخرى، وديك الساعات غنكونوا بحال تونس ولا فرنسا. قال لهم في الاخر غنكونوا بحال الامريكان، بالغ شي شويه طبعا. واحد قال شي كلام اخر في دكاله كيهضر على بن كيران وعلى الوزاره ديالو شحال شكر. واحد المراه قالت لهم الا شتيوها في اليوتيوب مدوره واحد الرايع على راسها وهزه واحد التصويره ديال سيدنا
باللباس العسكري. الله يتعبرات عرفت واش دير. اش قال لهم؟ اش قالت لهم هذيك المراه؟ قالت لهم الملك كيحكم بن كيران كيخدم. حنا فرحانين سيدنا يحكم، سيدنا هو التاج ديال المغاربه كاملين، حنا نخدمو غنخدمو ما حدكم بغينا. بغيتيونا احنا معكم على عهد الله. انتوما بعدا بغيتيو تعرفوا واش غتقولوا، قولوا السعد الاله باقي ما لقيتيش الخدمه لولاد المغاربه. انا قابل انا قابل، هذه صحيحه، باقي ما لقيتش وما جبتش المشاريع اللي باش كل مغربي مغربي يقلب على الخدمه، واخا يكون الاجره محدوده ما يرجعش للدار ديالو بلاش. اليوم كاين الناس كيخرجوا باش يخدموا على وليداتهم ولا على ريوسهم ولا على والديهم وما تلقاوش الخدمه حتى ب 50 ولا 60 ولا 70 درهم. هذه انا قابلها الا قلتيها لي. وقابلها وعوال ندير جهدي باش نفوتها ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونلقى الحلول تدريجيا. وان هذه ماشي سهله، ولكن الى وقتوا عليا انا قابلها منكم. تقولوا لي السعد الاله مازال ما قدرتيش تحارب المخدرات، ولادنا كيخرجوا وكياخذوا المخدرات وتيرجعوا تيديروا الجرائم وتيمشيوا للسجن وتيخليونا محلين معاهم. عندكم الحق، مازال ما قدرتش نحارب المخدرات، هذا صحيح. نقول لكم اياه، مازال ما قدرتش نحارب الفساد، باقي باقي بحال اللي قال لكم الوفاء، باقي كنشعروا باللي كاينه الفساد في الاداره وفي الصفقات ديال الدوله، وربما لو كان بغيت نزيد حوايج اخرين غنقولهم لكم، ولكن الشعب خاصو يشوف شنو هو التوجه ديال الحكومه. اذا كان التوجه ديال الحكومه في إقامة العدل بين الناس، إلا كان التوجه ديال الحكومة في محاولة الأخذ بيد الضعيف، إلا كان التوجه ديال الحكومة هو في مساعدة الشركات والمقاولات على أن تشتغل وتشغل الشباب، إلا كان التوجه ديال الحكومة هو باش تصلح التعليم، إلا كان التوجه ديال الحكومة هو باش تعمم الصحة والتغطية الصحية. وبالمناسبة رحنا قررنا باللي الطلبة كلهم غادي تكون عندهم التغطية الصحية، اللي مرض غيداوى فابور بلا فرنك بلا جوج. إذا كان هذا هو التوجه ديال الحكومة، ما تسناوش الإخوان من عبد الإله بن كيران في 3 سنين يصلح لكم كل شيء. وإن المهم هو تشوفوا، أنا غنقول لكم واحد القضية، انا ملي كنشوف شي حوايج في اليوتيوب انا كنتخلع، انا كنتخلع. قلت مع راسي المغاربه بلا ما نبقى نصدع عليهم ريوسهم راه فهموا كل شيء. واحد الراجل قال لهم مسكين حتى سنانو ما لقاش اللي يصلحهم لهم، وانا كنقول لي من هنا يتصل بيا انا نصلح لي سنانو اللي عرفته.
قال لهم هذا من الكيران يلا جا باش نعرفوه واش يقد يدير شي حاجه ولا لا. وسحب له عندي 4 سنين بالحق الله اعلم انا عندي 5 سنين هادشي اش متفقين وين ربع تعرف فوقاش الله اعلم تعرف. قال لهم هذا راه خصو 4 سنين اخرى وربع سنين اخرى وديك الساعات غنكونوا بحال تونس ولا فرنسا. قال لهم في الاخر غنكونوا بحال الامريكان بالغ شي شويه طبعا. واحد قال شي كلام اخر في دكاله كيهضر على ابن كيران وعلى الوزاره ديالو شحال شكر. واحد المراه قالت لهم الا شتيوها في اليوتيوب مدوره واحد الراية على راسها وهزه واحد التصويره ديال سيدنا باللباس العسكري الله يتعبرها تعرفت واش دير. اش قال لهم اش قالت لهم هذيك المراه؟ قالت لهم الملك كيحكم ابن كيران كيخدم. احنا فرحانين سيدنا يحكم سيدنا هو التاج ديال المغاربه كاملين احنا نخدمو غنخدمو ما حدكم بغينا بغيتيونا احنا معكم على عهد الله. انتم بعدا الناس ديال الرشيديه علاش انا جالس تنعاود لكم من الصباح ياك الرئيس ديالكم من العدالة والتنمية واش عاجبكم ولا لا؟ واسكو تقولوا لي باش إلا ما عاجبكمش ما نرشحوا لكمش مرة أخرى صافي نرشحوا ولا لا؟ وهذا هذا الشيء ديالكم عيان ما وأرفود وغيرها وغيرها. هذه المنطقة هذه اعترفت بينا قبل من المناطق الاخرى وعطات الرئاسات ديالها للدراري ديالنا وهو معكم حتى تلقاو الله تعالى. والله يهنيكم مخزونات ومكنونات هذه الجهه. طبعا يحضر معنا في هذه المناسبه وفد مشرف وفد وازن يحضر معنا الوزيران المحترمان الأستاذ الحبيب الشوباني والأستاذ إدريس العزمي الإدريسي. الهدية هي صورة للحكومة في لوحة رخامية يقدمها السيد المدير العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد العزيز العماري. اللوحة الثانية يقدمها السيد رئيس الفريق الدكتور عبد الله بوانو. السيد رئيس الحكومة هذه صورة للحكومة الأولى وصورة للحكومة الثانية في لوحة رخامية تجسيد لأحد عناصر هذه الجهة الغنية. الشكر موصول لبرلماني العدالة والتنمية بهذه الجهة برلمانيات العدالة والتنمية رؤساء العدالة والتنمية.